السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال يا شيخ. سلي. لو سمحت، أنا مقيمة بالرياض وعايزة يعني أحج السنة دي إن شاء الله، بس أنا جوزي حاجج قبل كده فملهوش، مش يعني مش هينفع يسافر معايا كمحرم، ينفع إن أنا أحج مع عصبة نساء؟ بس قولك لا ينفع دي فيها نظر، لأنهم بياخذوا الشخص إذا كان محرما يستثنونه، لكن على أي حال يرى أسبري الكلام، يرى جمهور العلماء جواز حج المرأة مع الرفقة الآمنة، جواز حج المرأة مع الرفقة الآمنة، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن حجة نافلة في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ولحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: نعم. قال: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. وفي رواية صنعاء وفي رواية اختلاف في البلدة، لا يضر، المهم أنها تسافر بدون محرم حتى تطوف بالبيت. هذا الدليل الثاني. ثالثا، قالوا إن الغرض من المحرم تأمين المرأة في السفر، تأمين المرأة في السفر، والحكم يدور مع علته. فإذا أمناها، مثلا أتينا بامرأة تمشي وأمامها صارت شرطة يمين وشمال وفي الأمام والخلف مثلا يعني، فأصبحت آمنة جاز لها الحج، لأن الغرض من المحرم والحج. ومن ثم قال بعضهم أيضا: المحرم الأعمى لا ينفع، يعني الرجل الأعمى هل ينفع محرم؟ ولن يغني ولا يسمن من جوع. فهذه حجة الجمهور. إضافة إلى ذلك، فالجمهور قالوا إن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا ركن، حتى لو كانت نافلة. فالجمهور أيضا قالوا بالجواز لحديث أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. في ثلاث اعتبارات: الغرض من المحرم التأمين وقد حدث، ثانيا حديث عدي بن حاتم، ثالثا فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الصحابة لهم في زمن عمر، لهن في زمن عمر. الحنابلة تمسكوا بالأصل في المنع: لا يحل لامرأة تملل لولا من الآخر أن تسافر إلا معها محرم. هذه وأجنح إلى رأي الجمهور إذا كانت الرفقة آمنة. خلاص، يعني الحج هيكون صحيح؟ والله انت تحتاجي يعني حد يعلمك، مش فاهم يعني. انت فهمتي ولا مش فاهم؟ ايوه فهمت. خلاص الحمد لله.